Donc moi, ça fait un peu plus de 5 ans que je suis producteur de jeux vidéo. Je viens de France à la base et j'ai fait toute ma carrière à l'étranger parce que je voulais voyager principalement. Et le jeu vidéo, c'est une industrie qui nous permet vraiment de le faire, de travailler un peu partout dans le monde. Depuis toujours, j'ai voulu vivre cette expérience d'aller au Canada et c'est aussi pour ça que je suis dans ce corps de métier-là. Et il y a à peu près 2 ans, j'étais en contact avec un directeur de studio de jeux vidéo au Canada qui me disait que l'émigration, c'est un processus qui pouvait être très long. Néanmoins, j'ai pas baissé les bras. Et l'année dernière, j'ai vu une annonce pour un poste de producteur ici sur FIFA, Electronic Arts. Et donc j'ai appliqué pour ce travail et tout s'est bien passé, j'ai eu le job. Et ensuite, suite à ça, j'ai été mise en contact avec des personnes qui m'ont aidé pour l'émigration via la mobilité francophone. Et en fait, ça a été très rapide. Donc je dirais que ouais, globalement, c'est une expérience super positive. Et donc j'ai décidé de venir vivre à Vancouver. Et voilà, ça me semblait un choix judicieux. Et en plus de ça, ça me permet de commencer mon projet de vie au Canada, ce qui est super. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا على خير وأهلكم على خير إن شاء الله. نشكركم على التشجيعات تاعكم الفيديوهات السابقة، تزيدني غير حماس وتشجيع باش تزيدكم فيديوهات أخرى إن شاء الله في المستقبل. اليوم إن شاء الله جيتكم بواحد الموضوع جديد للهجرة إلى كندا عن طريق عقود عمل. خليكم معي حتى الأخير، غنوريكم المنصة وكيفية التسجيل في الموقع. دونك مرحبا بكم. يلا باختصار شديد، الناس المهتمين يجيو من قطاعة نوفو برانزويك وعن طريق عقود العمل ماشي عن طريق الإيميغراسيون. هاد البرنامج هذا خصك تصنت ليه حتى الاخر باش فهم شنو المزايا وكيفاش تدفع ان شاء الله. دونك كما قلت لكم، الناس اللي باغيين يجيو عن طريق عقود العمل، كاين نوفو برانزويك اللي في كندا، واحد المقاطعة في الاتلانتيك، باغا الناس تجيب الناس مديرة من خارج كندا بيان سور، ومديرة واحد الملتقيات. هاد الملتقيات فيها يعني تقريبا واحد جميع المهنيين، الناس يعني لي زومبلويور مشغلين اللي باغيين يجيبوا الناس من خارج كندا. دونك هاد الملتقيين فيهم كما قلت لكم الناس مهتمين بالنجارة اول حاجة، يعني من خارج كندا بالنسبة للناس اللي في المغرب العربي، بالنسبة لتونس، الجزائري، المغرب او الدول العربية الشقيقة، وبالنسبة للناس اللي كونديكتور دو كاميون. يعني هاد البرنامج هما اللي كاينين في هاد المنطقة هادي ديال الموي اوريون او المغرب العربي. دونك الناس اللي عندهم لي كونديكتور دو كاميون، يعني الشوافريه، يعني سائقي الشاحنات، وبالنسبه للناس ديال النجاره، حاولوا تقيدوا في هذا البرنامج ديال نوفو برانزويك، غادي يحل لكم جميع الابواب المشغلين كنديين اللي تيقلبوا على المهنيين خارج كندا ماشي داخل كندا. هذا هو مربط الفرس ديال هذا الفيديو، لان بزاف الناس تبقى تقلب تضيع وقتها بالنسبه للمشغلين اللي تقلبوا على داخل كندا، وفي الاخر تجي واحد الازمه، واحد لو شوك على اساس بان واحد متعيط لهم وتي صافي تي يبيسوا لي بغا تاعهم وصافي تي مابقاش يجيو لكندا. دونك كما قلت لكم، الناس اللي عندهم حرف النجارة وجميع المكونات ديال النجارة، يعني اللي تي مثلا باش ينقش على النجارة، اللي تيقطع الخشب، اي جميع المهن اللي متعلقة بالنجارة، يصيفط يدفع لهذا البرنامج هذا اللي نشرح لكم. اخر اجل في ماي، يعني شهر 5 2021 باش تقيد. بالنسبة لي كونديكتور دو كاميون لو برينتون، اخر اجل. بالنسبة لي اكسبلواتون دي ماشين دو سيري لوكرين، وكاين مثلا المكسيك، دونك هادو معدا ما نديرو بهم، الناس اللي في المكسيك والناس اللي مثلا في لوكرين. دونك اول حاجة بالنسبة للناس على النجارة، غادير سانسكخيغ ايسي. ملي دير سانسكخيغ غادي يعطيك لاباج ديال نوفو برانزويك، غاتشوف لو سي ان بي 9431 او سي بي 9437. دونك هادو لي سي ان بي، ما تقيد في السي في تاعك هاد لو كود هذا الا عندك علاقه الدبلوم تاعك وعندك ليكسبيريونس في هاد الدومين هذا. دونك كيما قلت لكم، ليكسبيريونس لو فورمولير اللي غتعمرو، اول حاجه خصكم تعرفوا شنو هما لادميسيون باش تقيدوا في هاد البرنامج هذا. دونك ليكسبيريونس طرافاي اللي يطلبوا لكم هي عام، يعني تكون خدمتي في هذاك العام اللي دوام كامل هي 30 ساعه في الاسبوع اطون بلان. دونك او عامين الا خدمتي طون بارسيال، كنتي خدام يعني غير طون بارسيال، يعني 15 ساعه في الاسبوع كنجار مثلا ولا شي حاجه، ولكن هادشي كامل يكون ديكلاري في لا سي ان اس اس، ماشي تكون في النوار. دونك الا عندك عام اكسبيريونس طرافاي وعندك يعني شي فورماسيون، يعني ماشي بالضروره باكالوريا، ماشي بالضروره فورماسيون في النجاره، تكون عندك غير ليكسبيريونس، راه تقدر تجي. ولا عندك فورماسيون تزيد تضاعف الحظوظ تاعك. دونك اشنو اللي خصك باش تدفع لهذا البرنامج هذا؟ كاين لاباج فوتو ديال الباسبور ديالك اللي هي اوبليغاتوار ضروريه، لاباج الاولى،
عندك بي دي ريزيدونس، اذا مثلا ساكن في فرنسا ولا ساكن مثلا في تونس، ولا انت مغربي ساكن في الجزائر، تعطي الفيزا ديال هذيك الدول الشقيقه مثلا، او فرنسا في اوروب ولا في اسبان. عندك لي تيست دو لونغ، يعني التيست ديال اللغه ماشي ضروري، ولكن الا عندك حتى هو تزيدو مزيان. فوالا وليكيفالونس دي ديبلوم تاعك الا عندك مزيان، الا ما عندكش ماشي مشكل. والسي في تاعك، هما هادو هما المهمين، السي في والاكسبيريونس ترافاي، لان هذا ملتقى غادي يعطيك واحد الفرصه باش تلاقى مع الناس مشغلين في كندا في هذا البرنامج ديال الهجره ديال النجاره. دونك ملي تجمع هاد الورق هذا فوالا تقيد هنا، تدير بخينون وفامي، عندك واحد 4 باج اللي غيتحلوا لك من بعد باش تعمر لي زانفورماسيون تاع السي في تاعك، الباسبور، المسائل، تدير الاسم ديالك، النيميرو، الكوريال ديالك، فوالا، وتدير سويفون 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 حتى الاخر تيرميني. من بعد غادي يكونتاكتيك باش يشعروك على اساس بان توصلوا بلا دومون تاعك. دونك بالنسبه للناس تاع النجاره هذا هو طريقه التسجيل، هادو هما لي كونديسيون دادميسيون. بالنسبه للشوافريه او السائقين الشاحنات لا ميم شوز، دونك في السي في تاعك غادير الشوفور دو كاميون مثلا. دونك اخر اجل هو 11 جوان اخر اجل. دونك شنو هما لي طالبين؟ لا ميم شوز تما، غادي تكون عندك اكسبيريونس في الشوافريه، تكون عندك في هاد 5 سنين الاخيره تكون عندك عام مثلا اكسبيريونس، اكسبيريونس مع يعني عام حتى لخمس سنين، ولكن في هاد الخمس سنين الاخيره تكون عند مينيموم عندك واحد العام ديال الاكسبيريونس. ولا ما عندكش ماشي مشكل، حتى ما عندكش نقدر نقول لك تفع طونطي الحظ ديالك، ما عندك حتى شي مشكل، لا عندك بيرمي دو كوندوير ديال الكاميون وهذا الشاحنه، دونك تفع ما عندك حتى شي مشكل. السي ان بي اللي هو 7511، هاد السي ان بي هو تيعطيك هو لو كود ديال المهنه ديال هاد الحرفه هادي في كندا، هو 7511. جميع الشوافريه ديال الطوبيس مثلا، ديال الرموك، ديال الكاميون، دونك كتبها في السي في باش يتعرفوا عليك بانك راك عارف السي ان بي ديالك. اخر اجل هو 11 جوان، لا ميم شوز كما شرحت بالنسبه للنجاره، دونك لا فوتو ديال الباسبور، بالنسبه للسي في تاعك هما لي اوبليغاتوار، التيست دو لونغ ماشي اوبليغاتوار الا عندك مزيان، ليكيفالونس دي ديبلوم ماشي اوبليغاتوار الا عندك مزيان. فوالا السي في ديال الكونجوان تاعك، والبيرمي دو كوندوير ديال الرموك، الا عندك بيرمي دو كوندوير خصك بيان سور يكون عندك باش تدفع، خصك دير ريكتو فيرسو ديال هاد التصويره باش تصيفطها ليا. دونك غادي تكتب نوم بخينو تاعك وتدخل لاباج، عندك واحد لي 4 باج من بعد ما تدير سويفون سويفون، تزيد هاد الوثائق اللي قلت لك عليهم تزيدهم، وتدير المعلومات الشخصيه ديالك اللي ميمكنش انا نبقى ندخل ونديرها باش نبين لكم. مي الا احتاجيتو اي معلومه على هاد القضيه كونتاكتيوني في انستغرام طريق ناجح كندا، غادي نزيد نشرح لكم بالتفصيل. ولا عندكم مشكل في سي في كنديان، دخلوا شوفوا لا فيديو اللي شرحت مؤخرا ديالكم كيفاش ديروا واحد السي في كندي، غادي يوريكم جميع وريتكم جميع المسائل كيفاش دير السي في كندي. ومن بعد الا احتاجيتي شي باش نشرح لك ولا نكونفيرمي لك، دخل عندي انستغرام غادي نشرح لك ان شاء الله كيفاش دير السي في، واش السي في تاعك مزيان، يل ريسبكت لي نورم ولا لا. دونك هادو هما البرامج تاع اليوم ان شاء الله، حاولوا تدفعوا في اقرب وقت. دونك نتمنى لكم واحد الموفق للجميع، الله يسهل على الجميع. ما تنساوش بارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي تبغيو المهتمين بالهجره الى كندا، ما تنساوش من لايك كومونتير كما عودتونا. شكرا والى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.